النوت اخيرا رجع. سامسونج كان عندها فكر معين ان هي تخلي سلسله الاس وتستبدل سلسله النوت بالفولد والفليب. الموبايلات اللي شفناها ولقت نجاح وقبول كبير من الناس، بس لسه في جزء كبير قوي من جمهور سامسونج عاوز النوت. انا عاوز سامسونج نوت، ده الموبايل الفلاجشيب اللي انا متعود اشيله، وفي ناس كتير لحد يومنا هذا بيجيبوا النوت 20 الترا بسبب ان مفيش نوت من سامسونج. فسامسونج سمعت للجمهور بتاعها اخيرا وقررت ان هي تعمل حركة لطيفة جدا في سلسلة الاس 22. هيكون في 3 موبايلات، الموبايل الاكبر اللي هو الاس 22 الترا ده عبارة عن دمج ما بين سلسلة الاس وسلسلة النوت، واعتبره نوت، وهتلاقيني بغلط في نص كلامي كتير وبقول نوت مش الترا لان هو حرفيا نوت زي ما هتشوف كمان شوية. وفي موبايلين تانيين في السلسلة الاس 22 العادي والاس 22 بلس اللي هم رايحين اكتر ناحية سلسلة الاس لمحبي برضو سلسلة الاس اللي اكيد ليها شعبية كبيرة. احنا في موازل جربنا الثلاث موبايلات دول قبل ما يتم الاعلان عنهم بشكل رسمي، فحابين في الفيديو ده ننقل لكم كل انطباعاتنا، واكيد هركز في كلامي عن الالترا لان ده زي ما هتشوفوا كمان شويه هو المميز. فزي ما انت متعود اعمل لايك الجميل ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. التصميم بقى زي ما انت شايف كده هو نوت، يعني هو شكل النوت، الفريم المسطح من فوق ومن تحت، والموبايل تحسه بقى مستطيل اكتر منه، مفيش بقى الكيرفات الدائريه بتاعه الاس اللي مش بتعجب ناس كتير، لا هو الموبايل مسطح كده، في بس كيرفات يمين وشمال على قد الشاشه الكيرف اللي هنتكلم عنها كمان شويه، على قد الظهر برده اللي عامل كيرف مع الشاشه ومخلي ماسكه الموبايل في الايد فعلا كويسه. بس خلي بالك ان النوت موبايل ضخم، يعني هو دايما اللي بيحب يشتري موبايلات سامسونج نوت فهو حابب فكره ان الموبايل يكون ضخم. الموبايل هنا وزنه 228 جرام والتخانه بتاعته 8.9 ملي، والموبايل كبير لان شاشته كبيره زي ما هنتكلم عنها كمان شويه. طبعا مش هكلمك عن الحمايه، انت عندك هنا جريلا فيكتاس بلس اعلى طبقه حمايه موجوده على الوش وعلى الظهر، وطبعا مقاومه للميه بمعماريه IP68. وزي ما انت شايف بقى فتصميم الكاميرات بتاع الالترا هنا مختلف شويه، لان سامسونج عملت كده علشان ده هو ولا هو اس ولا هو نوت، هو حاجه كده دمج ما بينهم، فعملت طابع او هويه مختلفه للاس 22 الترا من ناحيه تصميم الكاميرات. كل كاميرا كده لوحدها منفصله وليها فريم كده الومنيوم لطيف وفي نفس الوقت بارزه شويه عن جسم الموبايل. هو شكل التصميم في الصور مش احلى حاجه، ولكن على الطبيعه نقدر نقول ان التصميم بريميوم لاقصى درجه، واكيد عينك هتحبه مع الوقت. ممكن اقول ممكن يكون ده مش احلى تصميم شفناه من سامسونج، بس هو تصميم مختلف، تصميم مميز، تصميم يوحي لك ان ده موبايل جديد بفكر جديد من سامسونج. في 4 الوان متاحين من الاس 22 الترا، الفانتوم بلاك، الفانتوم جرين، الابيض، واللون الجديد المميز البرجندي او البتنجاني. بص لون جامد جدا، بس للاسف ما كانش موجود علشان نصوره، كان المتاح اللون الاسود زي ما انتم شايفين طول الفيديو. القلم بقى اللي اي مستخدم نوت بيدور عليه فهو موجود في الاس 22 الترا جوه جسم الموبايل عادي خالص زي النوت بتاع زمان، وفي كل الفيتشرز اللي كانت موجوده في النوت بتاع زمان، وزياده عليه ان الليتنسي او التاخير بتاع القلم هنا 2.8 ملي بس، وده وقت ممتاز تقريبا اسرع 3 اضعاف من النوت 20 الترا القديم. وفعلا تجربه القلم على الموبايل هنا حلوه جدا، ومعاك برضو الاير اكشنز بقى الحركات اللي بتعملها في الهواء مع باستخدام الموبايل والكلام ده كله زي ما هي موجوده في الاس 22 الترا. خلينا نشوف الشاشه بقى، معاك هنا شاشه عظيمه 6.8 بوصه دايناميك اموليد الجيل الثاني بدقه كواد اتش دي بلس بثقب صغير للسيلفي بتردد بيوصل ل 120 هرتز. الشاشه هنا اكيد عظيمه، السطوع بتاعها 1200 نتس وبيوصل للبيك بتاعه ل 1750 نتس، وده اعلى رقم سطوع نشوفه في موبايل سامسونج لحد دلوقتي، عشان يديلك اريحيه كده ان انت تستخدم الموبايل تحت اشعه الشمس المباشره وتشوف كل التفاصيل والمحتوى على شاشه موبايلك من غير اي مشاكل. مش بس كده، دلوقتي شاشه الالترا بس بتنزل لحد تردد 1 هرتز، يعني الشاشه تقدر تشتغل من 1 هرتز لحد 120 هرتز على حسب المحتوى اللي انت بتتفرج عليه على الموبايل، علشان يوفر اكتر معاك في البطاريه اللي هنتكلم عنها كتير في الفيديو ده. ولما نيجي بقى نتكلم عن البطاريه فاكيد يهمنا جدا المعالج. المعالج المستخدم اخيرا
في نسخة مصر في عيلة الـ S22 كلها، مصر وشرق أوسط. سناب دراجون 8 جنريشن 1 تكنولوجيا 4 نانو. أخيرا سامسونج سمعت لنا ونزلت نسخة السناب دراجون في مصر، خلاص تقدر تجيب بقى نسخة سناب دراجون من مصر بضمان الوكيل عادي، من غير بقى الحوارات اللي كنا بنشوفها وإن احنا نروح نشتري نسخة سناب دراجون دولي والكلام ده كله. هو أي نعم الإكسينوس 2200 المرة دي حسوا كده جوايا يعني إن هو أقوى من السناب دراجون، علشان كده بعتونا السناب دراجون، أو لسه مش كامل أو ما وصلش لمرحلة النضوج الإكسينوس 2200، ولكن اللي يهمنا إن احنا نزلنا السناب دراجون اللي ليه شعبية كبيرة جدا جدا عندنا، ولحد دلوقتي في ناس كتير بتفضل السناب دراجون عن الإكسينوس، حتى ولو حد قال له إن الإكسينوس دلوقتي أقوى من السناب دراجون. طبعا أداء المعالج ده مميز وكل حاجة، أكيد ما قدرتش أختبر سخونيته في الفترة القليلة اللي جربت فيها الموبايل، بس هو 4 نانو والشاشة بتوصل لحد 1 هرتز، فأتوقع أداء كويس. من البطارية في الألترا هنا 5000 ملي أمبير، وزي ما قلت لك مع معالج سناب دراجون 4 نانو في نفس الوقت الشاشة بتنزل لحد 1 هرتز، فأتوقع أداء كويس جدا جدا ما شفناهوش قبل كده من سامسونج في موبايل ألترا أو موبايل نوت قبل كده. ده كان بداينا من سامسونج بس، موضوع البطارية ولا موضوع سرعة الشحن. سرعة الشحن هنا أخيرا 45 واط. هو أي نعم الشاحن مش بيجي في العلبة، خلاص ده الترند دلوقتي، ربنا يسامحه اللي بدا علينا الترند ده، ولكن يعني أتوقع إن ممكن الشاحن السريع 45 واط ده يجي كهدية حجز مسبق مثلا مع الموبايل، أو هتشتريه لوحده أيا كان، بس المهم إن الموبايل بيشحن بسرعة معقولة جدا، وفي نفس الوقت بيشحن شحن لاسلكي بقوة 15 واط. البصمة هنا ألتراسونيك جربتها، أدائها معقول سريع بس مش أسرع حاجة، لسه برضه في حاجة بسيطة، والصوت الاستيريو جربته برضه تحفة وعالي زي ما سامسونج معودانا بالظبط. الكاميرات بقى، بص كاميرات سامسونج كده كده كانت كويسه قوي، فسامسونج المره دي استخدمت المعالج المتطور اكتر في الذكاء الاصطناعي بتاعه، ان هي تحسن من معالجه الصور من استخدام الهاردوير القوي بتاع الكاميرات مع السوفت وير علشان تدي لك صور احسن. المهم ان سيت اب الكاميرات ما اختلفش كتير، الكاميرا الرئيسيه 108 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بمثبت بصري حقيقي، الكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 ودي للتصوير الواسع، والكاميرا الثالثه للزوم الحقيقي لحد 3x 10 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 فورد بمثبت بصري، والكاميرا الاخيره 10 ميجا بكسل برضو بس بفتحه عدسه 4.9 بمثبت بصري، ودي لزوم حقيقي لحد 10x وبتوصل لحد 100x. وخلي بالك المره دي لو بتعمل زوم اقل من 3x فهتستخدم الكاميرا الرئيسيه بتاعتك وهيتعمل منها كروب علشان هي 108 ميجا بكسل، والسيلفي اللي متعودين عليه دايما في الالترا ال 40 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. مش هضحك عليك بقول لك ان انا جربت الكاميرات قوي بتاع انا يعني، حتى يعني لما صورت ما عرفتش اخد الصور من عليه. فخلينا نتكلم اكتر في جزئية قوة الكاميرات الفعلية ونقارنها مثلا مع ايفون 13 برو او 13 برو ماكس في فيديو نهائي لما نجرب الـ S22 الترا فترة اطول. لكن بقى الكلام على الورق ان سامسونج طورت حاجات كتير قوي في الموبايل ده، اهمها التصوير الليلي سواء صور او فيديوهات اتطور وبقى في حتة تانية بفضل استخدام البكسل بيننج، دمج البكسلات ما بقاش موجود في الصور بس بقى موجود في الفيديو كمان علشان يديك اضاءة اكتر في نفس الوقت ما يقللش التفاصيل قوي بتاعت الفيديو. قصص كتير كده سامسونج طورتها في سلسلة الـ S22 كلها، مش حتى الالترا بس، كان الموبايل وانت بتصور فيديو بيقدر يظبط الفريم ريت بتاعه من 15 ل 60 على حسب بقى الاضاءه بتاعتك، كمان وضع السينيماتيك هنا بقى مختلف وبقى متطور اكتر، انت دلوقتي بتصور بالسوبر اتش دي ار، التثبيت البصري تحسن بنسبة اكتر من 50% عن الجيل اللي فات، كمان الذكاء الاصطناعي معاك اتدخل في الاوتو فوكس علشان يخليه اسرع. ده غير طبعا البورتريه اللي بقى افضل، وسامسونج مركزه قوي على حته البورتريه لان هو الترند برضو دلوقتي، واكيد طبعا بتصور فيديوهات لحد 8K عادي جدا زي ما سامسونج معودانا، والجوده دي ما توقعش ان حد بيصور بيها، معظمنا بنصور 4K او فول اتش دي، ودي الجودات اللي سامسونج عامله بقى التطويرات عليها، يعني سامسونج مطوره في الجوده الفول اتش دي والالترا اتش دي، مش مطوره في ال 8K لان ال 8K اساسا جوده كبيره وتطلع بحجم كبير، فمش هينفع تكبر الحجم عن الحجم لان كده مش هينفع اصلا حجم الفيديو يبقى كبير قوي، فهي مطوره الكل الفيتشرز الجديده بتاع تصوير الفيديوهات بالجوده الفول اتش دي والالترا اتش دي اللي هنجربهم اكيد تجربه مطوله، وننقل لكم كل انطباعاتنا عن تصوير الفيديو بالاس 22 الترا. النسخه اللي هتنزل مصر بمساحه 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وينفع تركب شريحتين اتصال جيل خامس، يعني لو وصل لنا جيل خامس، وما ينفعش اصلا تركب
كارت ميموري. السعر الرسمي ما كانش اتحدد للاسف ومحدش قال لنا اي سعر تقريبي، ولكن اتوقع ان هو هيبدا من 1200 دولار بره، وممكن النسخه اللي هتنزل لنا مصر دي تبقى سعرها 1300 دولار او 1400 دولار، ولما نيجي نزود بقى 10% ضريبه ونيجي نشوف الاس 21 الترا بيتباع بكام دلوقتي لو لقيته ب 21000، فاتوقع ان الاس 22 الترا مش هيقل بكل الاحوال، او الرينج بتاعه المنطقي هيكون 25000 جنيه. ممكن انت تستكتر الرقم، ولكن ده الرقم المعتادين عليه من الفلاج شيب بتاع سامسونج مع زيادة 10% للأسف، ده الوضع الحالي. طيب ملخص بقى الالترا كده، انت من الاخر بتاخد موبايل نوت مش اس، حرفيا الموبايل ده نوت في كل حاجة، في شكله، في القلم، في الشاشة الكبيرة، بل بالعكس في تطويرات بقى قوية جدا، بتاخد اكبر واحلى شاشة موجودة تقريبا، بتاخد فكرة الاس بن اللي جوه جسم الموبايل، بتاخد معالج سناب دراجون اللي فيه كتير بيحبه، بتاخد الكاميرات المتطورة جدا بتاعت سامسونج، والبطارية الكبيرة، والشحن السريع اخيرا 45 واط. فالاس 22 الترا فعلا الموبايل اللي فيه ناس كتير قوي مستنياه، علشان كانوا عايزين يجيبوا موبايل نوت من سامسونج بس ما كانش فيه، فسامسونج فعلا سمعت الكلام ونزلت لهم الاس 22 الترا. وفي الاخر اتمنى تسعير كويس للموبايل، رغم اني مش متوقع يعني، بس اتمنى تسعير كويس علشان يكون منافس قوي جدا للمباريات التانية، واكيد هنقارنه مع الايفون 13 برو ونشوف انهي موبايل فعلا يستحق تمام. بس كده انا خلصت، ما تنساش بقى دلوقتي تعمل ايه، تعمل لايك الجميل اللي عندك في الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في الاس 22 الترا، هل ده اللي انت كنت مستنيه من سامسونج ولا مستنيه حاجه تانية، وايه التسعير المنطقي للموبايل ده لو نزل بيه هيكون منافس قوي جدا، وتاكد انك عامل لنا سبسكرايب في قناه موبيزل ومفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد، سلام.